السلام عليكم، سأقدم لكم مشاركتي في المسابقة التي نظمها قصر العلوم بمدينة المناسير ضمن المدرسة الإعدادية عبد السلام مكني بالمكنين. سأقدم لكم لعبة حول الزخرفة الإسلامية. سأنظر على الباب. كما تلاحظون لقد ظهر سؤال: بماذا يعرف فن الزخرفة الإسلامية؟ الأرابيسك، الزخرمية، أو الإسلاف؟ الأرابيسك. وإذا أجبت إجابة خاطئة مثلا مثل هذا، ستظهر لك حاول مجددا. سأنقر على الفي مجددا. متى ظهرت الزخرفة الإسلامية أول مرة؟ في منتصف القرن الرابع هجري، العاشر الميلادي. سندخل الآن. أين ظهرت الزخرفة الإسلامية أول مرة؟ في المسجد النبوي أو الجامع الأزهر؟ أنقر على الباب الصحيح. كما تلاحظون عندما أنقر على الباب الخاطئ سيلون بالأحمر ولن يفتح، أما عندما أنقر على الباب الصحيح فسيلون بالأخضر ويفتح. ولكن احذروا، ففي بعض المراحل عندما تنقر على الباب الخاطئ ستعيد اللعبة من الأول. مثلا أين يوجد هذا المعلم؟ في المسجد الأزرق، مزار شريف، أفغانستان، أو المسجد الأقصى، القدس، فلسطين. هذا الباب الصحيح. إذا نقرنا على الباب الخاطئ فستعاد اللعبة من الأول. وهنا نجد السؤال: بماذا يعرف فن الزخرفة الإسلامية في الهند؟ فن إسلامي كوجانو، فن المنمن مات. هذه الصورة الصحيحة، نقرت عليها، فن المنمن مات. كما تلاحظون عندما نقرت على الباب الخاطئ لون بالأحمر. كم يوجد من نوع زخارف إسلامية؟ أربعة أو اثنين؟ أربعة. اضغط على الصورة الناقصة. واحد هي الصورة الناقصة. انقر على الباب. مبروك، أحسنت، لقد فزت بجولة في معرض الزخرفة الإسلامية، سيتم نقلك إليه الآن. فورا نضغط على تلك العلامة، سأنقل إلى معرض الزخرفة الإسلامية. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.